للمزيد تنضم إلينا عبر سكايب من واشنطن هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن. أستاذة هبة، مساء الخير وأهلا بيكي. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. قولي لنا أستاذة هبة، توقعاتك إيه لجولة اليوم من المفاوضات حول رفع سقف الدين، وهل يستطيع بايدن أن ينجح في إقناع الجمهوريين في تمرير رفع سقف الدين بالكونغرس؟ هو الاجتماع ما بين بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي ورئيس السناتور تشاك شومر والسناتور ميتش ماكونيل، بدأ الاجتماع بالفعل في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض منذ نصف ساعة. المشكلة أنه ليس هناك تفاؤل كبير بالنتائج التي يمكن أن تخرج من هذا الاجتماع. كان آخر اجتماع في الأول من فبراير الماضي ولم يسفر عن نتائج، وبالتالي هذا الاجتماع الذي يأتي بعد ما يقرب من 100 يوم يعد نوع من المحاولة لتقريب وجهات النظر ومحاولة لإيجاد أرضية مشتركة بين الإدارة الأمريكية الديمقراطية وبين الكونغرس الأمريكي ومجلس النواب بأغلبيته الجمهورية. لكن لا يوجد تفاؤل بالخروج بنتائج، لأن كل طرف متصلب ومتمسك بمواقفه، بحيث أن بايدن يحاول أن يلقي باللوم على الجمهوريين في عدم رفع سقف الدين، وبالتالي سيكون لذلك تأثير على الناخب الأمريكي في إلقاء اللوم على الجمهوريين. من جانب آخر، الجمهوريين يقولون أن الدين الأمريكي بلغ 31 تريليون دولار أمريكي، وهذا يعني حد كبير للديون الأمريكية، وبالتالي لابد من خفض بعض أوجه الإنفاق الفيدرالي، لكنهم يضعون بعض هذا الخفض في مجالات قد تثير يعني استياء الأمريكيين، لأنها تتعلق بخفض الرعاية الاجتماعية، بخفض بعض البرامج التي يتمسك بها بايدن مثل المشروعات مكافحة التغير المناخي، وهي مشروعات يتمسك بها، إضافة إلى بعض الخفض في مشروعات في الإنفاق العسكري بشكل خاص. وبالتالي هذا سيؤدي إلى صدام كبير مع استمرار هذه المشكلة دون حل، لأن جانيت يالين وزيرة الخزانة حذرت أنه بحلول بداية الشهر المقبل، بحلول بداية يونيو، سيكون هناك تأثيرات كارثية، لأن الولايات المتحدة لن تستطيع سداد ديونها وسداد التزاماتها في هذا التوقيت. نعم. طيب أستاذة هبة، طبعا يعني هناك رأي يقول أن الخلافات حول سقف الدين هو خلاف سياسي في المقام الأول، هل تتفقي في البداية مع هذا الرأي ولا لا؟ يعني النقاشات حول رفع سقف الديون كانت مثارة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما في سنة 2011 و2013، وشاهدنا نفس هذا الصراع الحزبي والاستقطاب والنوع من التصلب السياسي في مواقف كل طرف، وهنا نشهدها مرة أخرى لكن بصورة أكثر تشدد. يعني بالفعل هي مباراة سياسية، يحاول كل طرف الرهان على هزيمة الطرف الآخر، بحيث يعلن أو يرفع الراية البيضاء ويوافق على مطالب الطرف الآخر. بايدن يراهن أن الجمهوريون سيضطرون إلى الموافقة على رفع سقف الدين خوفاً من الآثار الكارثية على الاقتصاد الأمريكي، وأن الدستور ينص أنه لا يمكن أن يعني تتخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها. في المقابل الجمهوريون يرون أنهم يحاولون الضغط على إدارة بايدن بكل السبل الممكنة، حتى أن كيفن ماكارثي قبل لقاء بايدن قال وصرح للصحفيين أنه لن يقبل برفع سقف الدين أكثر مما هو متاح حاليا، وبالتالي هناك تصلب شديد، ويراهن ماكارثي أنه يمكن الضغط على بايدن الذي أعلن عن إعادة انتخابه أو خوضه السباق لإعادة انتخابه مرة أخرى، وبالتالي الرهان هنا يمكن أن
يخسر بايدن الكثير من الناخبين الذين سيلقون اللوم على الإدارة الأمريكية أنها تصلبت وتشددت في موقفها ولم تزعن للكونغرس الأمريكي الذي بيده الأمر للموافقة لتمرير رفع سقف الدين، وبالتالي الرهان هنا عالي سواء للجمهوريين ضد إدارة بايدن أو سواء لبايدن ضد الجمهوريين. ماذا لو أخفق بايدن في إقناع الكونغرس برفع سقف الدين؟ يعني هناك أمام الخزانة الأمريكية القليل من الخيارات، ربما ستلجأ إلى عوائد الضرائب الأمريكية في دفع بعض الالتزامات القانونية والالتزامات الضرورية، وسيكون عليها أن تضع نوع من الأولويات في هذه الالتزامات، فهل ستدفع أولاً يعني عوائد سندات الدين الأمريكي في الأسواق الأمريكية، أم ستدفع رواتب العاملين في الحكومة الفيدرالية، أم ستدفع برامج الرعاية الصحية؟ يعني المسألة شديدة التشاؤم فيما سيحدث بحلول الأول من يونيو القادم، لكن هناك أرضية يمكن التوافق عليها مؤقتاً، هو السماح برفع مؤقت لسقف الدين حتى سبتمبر المقبل أو أكتوبر المقبل، حينما يتم مناقشة الموازنة الأمريكية وإقرارها. ربما هذا سيكون الحل الوسط، لأن عدم التوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين قبل الأول من يونيو سيؤدي إلى فوضى في الأسواق المالية، سيؤثر على قوة الدولار الأمريكي كعملة احتياط، سيؤثر أيضا على تصنيف الولايات المتحدة وفقا للمؤشرات، وفقا للتصنيف العالمي يمكن أن تنخفض كثيرا، وهذا سيؤثر على سوق الأسهم وسوق سندات الدين بشكل كبير. أيضا هناك تأثيرات على الأسر الأمريكية، على مستويات التضخم، على مستويات البطالة، مع افتراض أن الحكومة ستعجز عن دفع رواتب لبعض العمال الفيدراليين أو الموظفين الفيدراليين، وهذا سيؤدي بالشركات إلى تسريح عدد كبير من العمال. لكن التأثيرات الأكبر ستكون على أسواق المال وعلى فكرة أن الولايات المتحدة التي تعد أغنى اقتصاد في العالم عاجزة عن سداد التزاماتها، وهذا لم يحدث على مدار تاريخ الولايات المتحدة، لم يحدث من قبل. يعني أستاذة هبة، خلينا نوضح ليه بيشكل رفع سقف الدين الأمريكي واللي تجاوز 31 تريليون دولار، ليه ده بيعتبر خطر كبير على الاقتصاد الأمريكي؟ زي ما ذكرت لحضرتك، لأن عجز إذا لم يقرر الكونجرس السماح للحكومة الفيدرالية بالاقتراض فوق هذا المبلغ، ما فيش اختيارات كتير. يعني أدوات مالية محدودة للغاية أمام وزارة الخزانة. في السابق كان هناك هذا التشاحن السياسي ما بين الكونغرس وإدارة باراك أوباما، لكن كان هناك تساهل من الرئيس الأسبق باراك أوباما. في أثناء عهد الرئيس دونالد ترامب كان الأغلبية للجمهوريين، وبالتالي تساهلوا كثيرا مع إدارة الرئيس دونالد ترامب في رفع سقف الدين. لكن هذا المشهد المتصلب ما بين الجانبين يشهد تصلب شديد ورهانات عالية لأن يرفع طرف الراية البيضاء أمام الطرف الآخر، لكنها تأتي على حساب الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير وعلى سمعة الولايات المتحدة داخل الأسواق المالية. الفيدرالي الأمريكي يا أستاذة هبة رفع سقف الفايدة أو سعر الفايدة أكتر من مرة رفعها أكتر من مرة لكبح التضخم، في رأيك هل فعلا نجح في ذلك؟ من مارس الماضي، من مارس 2022، نعم، رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 10 مرات، وهذا يعني أننا نواجه بالفعل شبح ركود اقتصادي داخل الولايات المتحدة، مع نمو قدره صندوق النقد الدولي بحوالي 1% إلى 2%،
وبالتالي هذا الرفع المستمر الذي يقوم به الاتحاد الفيدرالي يعني أنه هناك عدم قدرة على كبح جماح معدلات التضخم العالية التي وصلت في بعض الأحيان إلى 8% وإلى أكثر من ذلك. هذه هي متوسطات معدلات الفائدة، لكن التساؤل يثار، هل سيستمر هذا المعدل بحيث يرفع الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه في يونيو المقبل؟ وهذا يعني أنه اجتماعا بعد الأول، بعد شهر من يعني من حلول الأول من يونيو، وهذا التاريخ هو يعني تاريخ المحدد لاحتمالات تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها. بعدها بشهر سيكون اجتماعات اللجنة داخل الاتحاد الفيدرالي لتقرير ما إذا كانت الأوضاع ستسمح برفع إضافي مرة أخرى لسعر الفايدة، أم تثبيت سعر الفايدة الحالي، أم التراجع رويدا حتى لا يكون هناك ركودا اقتصاديا خلال الشهور المتبقية من 2023 والشهور القادمة لعام 2024، وبالتالي الأمور على المحك اقتصاديا بشكل كبير. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة هبة القدسي، كنت معنا من واشنطن، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن، شكرا لك.